أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فوز المهندس يوسف القطان بجائزة نيبولا العالمية المقدمة من المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء لعام 2023، ليكون بذلك أول بحريني يحصل على هذه الجائزة من بين 10 فائزين فقط على مستوى العالم. وحول هذا الموضوع أكد المهندس يوسف القطان خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن هيئة علوم الفضاء خير داعم للفوز بهذه الجائزة العالمية. صراحة لم أكن أتوقع الفوز بسبب عدد المشاركين، خصوصا من الدول التي لها تاريخ طويل في قطاع الفضاء، ولكن بفضل من الله وبالدافع القوي الذي غرسته الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وبدعم طبعا رئيس مجلس الإدارة ومتابعة الإدارة التنفيذية وعنايتها لنا بالتعليم والتدريب، حقق الفوز والحمد لله. وهذا إثبات بأن أبناء البحرين على قدر من المسؤولية والكفاءة، ولا يخفى عليكم طبعا ما حققته الهيئة خلال فترة قصيرة من إنجازات عالمية، وبإذن الله راح يكون هناك المزيد ليتحقق في المستقبل القريب من أجل تحقيق رؤية حضرة صاحب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.